هاي، معكم فرح. اليوم رح اوريكم كيف بنعمل ميك اب يومي بطريقه سهله وسريعه. نستغني عن 5 خطوات بواحد لما نستعمل بيبي كريم، لانه هو مرطب، واقي للشمس، برايمر مضاد للتجاعيد وموحد لون. بعدين رح نستخدم الكونسيلر، بنحطه تحت العين وباي منطقه بنحب نفتحها. ما في داعي نستخدم الفراشة، بنستعمل اصابعنا، شوية برونزر تحت عظمة الخد وعند الانف لندفي البشرة. بتعرفوا ان فيكم تستعمل البرونزر كاي شادو، بنحط شوية على كسرة العين. ما في داعي لكل هالاشياء، رح نستخدم بس لونين وفرشاية واحدة. بحط اللون الفاتح وبمده على جفن العين، واللون البني الغامق على الزاوية الخارجية وشوي تحت العين. نفس هذا اللون البني رح استخدمه لأملي فيه الحواجب. أكيد المسكارا إشي ضروري، بس يمكن ما كنتوا بتعرفوا إنه فيكم تستخدموا المسكارا كآي لاينر، وعم نستخدم نفس الفرشاية اللي عملنا فيها الحواجب. هيك بنكون خلصنا العينين وجينا على التم، حطينا لون زهري على الشفاف ونفس الليبستيك استخدمناه كبلاش. بتمنى يكون عجبكم الفيديو.